باحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس المصري حسني مبارك بمقر رئاسة الجمهورية المصرية صباح اليوم مجمل التطورات الراهنة في المنطقة والأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له القطاع. حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري. محادثات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين على مختلف الأصعدة. المحادثات التي استمرت لأكثر من ساعة تطرقت إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجهود المصرية والإماراتية المبذولة لوقف هذا العدوان الذي خلف حتى الآن نحو 1000 شهيد وأكثر من 4000 جريح. الإمارات موقفها دائما مؤيد للجهود المصرية ومؤيد لأي موقف يساند الجهود العربية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وده شيء معروف طبعا، والعلاقات المصرية الإماراتية متميزة دائما منذ عهد الشيخ زايد وفي عهد الشيخ خليفة، الأمور دائما تسير إلى الأفضل، ونتمنى أنه الزيارة دي سيكون لها إسهامها وإثمارها في محاولة وقف ما يحدث في غزة. وكان سمو الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء قادما من دمشق في زيارة إلى مصر تستغرق يومين استهلها بلقاء عقده مع رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف وبحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، فيما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس المخابرات الوزير عمر سليمان ووزير الاستثمار محمود محي الدين. وخلال اللقاء أثنى ولي عهد أبو ظبي على المبادرة المصرية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى غزة. الجانبان أكد أهمية تضافر الجهود لوقف الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كخطوة أولى ضرورية لتمهيد الطريق أمام إيجاد حل من خلال المفاوضات. وفضلا عن مناقشة الوضع المأساوي في غزة، فقد تناولت المباحثات سبل دعم العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد رئيس الوزراء المصري بالدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات في شتى مجالات التنمية ببلاده، مشيرا إلى أن الإمارات تعد في مقدمة الدول من حيث حجم الاستثمارات في مصر.